أهلا بكم مشاهدينا إلى عدد الليلة من برنامج خارج الصندوق، البرنامج الذي يناقش ويحلل ويعود إلى الأرشيف لكل ما له علاقة بالانتخابات الرئاسية في الجزائر. الليلة سنناقش واحد من التزامات الرئيس تبون والمتعلقة بالمجتمع المدني والديمقراطية التشاركية. أهلا بكم. أهلا بكم إذن من جديد مشاهدينا. حلقة الليلة سنحاول أن نفهم فيها تعهدين للرئيس تبون، والتعهدين مربوطين مع بعض، يعني التعهد رقم 7 و8 وليست المادة 7 و8 اللي كان يطالب بهم الحراك، وإنما المادة مش المادة الالتزام 7 تعزيز الديمقراطية التشاركية، والالتزام 8 بناء مجتمع مدني حر ونشيط. هذ الالتزامين يعني تقريبا هم في التطبيق مع بعض، يعني مثلا في تعزيز الديمقراطية التشاركية يقول الرئيس بأنه يلتزم بأن يكون في الديمقراطية التشاركية المواطن طرفا فاعلا وغاية منشودة للنشاط العمومي وما إلى ذلك. بالنسبة للمجتمع المدني يقول تبون بأنه ملتزم مجتمع مدني حر ونشيط قادر على تحمل مسؤوليته كسلطة مضادة. يعني التزام الرئيس، واحد من التزامات الرئيس أو اثنين من التزامات الرئيس متعلقين بالمجتمع المدني، متعلقين بالديمقراطية التشاركية. خلال البرنامج نحاول نفهم ما الذي تغير في الجزائر الجديدة بالنسبة للمجتمع المدني، وما الذي يقصد به قضية الديمقراطية التشاركية، وعمليا كيف طبقت في وقت الرئيس تبون. ولأهمية هذا الالتزامين، يعني كاين مجموعة من المؤسسات نصبها الرئيس تبون وعلى رأسها المرصد الوطني للمجتمع المدني. نشوفوا أهمية هذه المؤسسة عند الرئيس تبون من أجل تطبيق هذه الالتزامين. نشوفوا في يوم التنصيب طريقة التنصيب ونعود ونحلل. مجيد تبون اليوم رئيس وأعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني، وبالمناسبة وجه السيد الرئيس أعضاء هذه الهيئة الاستشارية الهامة إلى الاطلاع بمسؤولياتهم للمساهمة في ترقية المواطنة والممارسة الديمقراطية والقيم الوطنية على المستويين المحلي والوطني تجسيدا لالتزاماته. اليوم تم تنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون هذه الهيئة الدستورية المستحدثة التي ستكون إطار لترقية الحركة الجمعوية وتكريس الوطنية والمواطنة الفاعلة، بحيث ستعمل على تفعيل الحركة الجمعوية بمختلف مجالات نشاطاتها، وهذا بما تضمه هذه الهيئة من إطارات وكفاءات من مختلف ولايات الوطن ومن الجالية الجزائرية خارج الوطن. السيد الرئيس أكد اليوم على مكانة المجتمع المدني التي حظي بها في الدستور الأخير، والتي سيعمل المرصد الوطني للمجتمع المدني على تعزيز هذا الدور للمجتمع المدني في عبر كل المستويات وطنيا ومحليا. فسيكون هذا الإطار، وستكون هذه الهيئة إضافة هامة للمجتمع المدني وللساحة الوطنية. إذن المرصد الوطني هو إحدى الهيئات الاستشارية التي نصبها رئيس تبون، وشفتوا أنه عملية التنصيب يعني يشرف عليها هو شخصيا، بالرغم من أنه كان يمكن أن يكلها إلى أحد مستشاريه أو إلى الوزير الأول، لكن حرصوا على أن هذا المرصد اللي هو ضمن مجموعة من المؤسسات والهيئات الاستشارية ستحقق له الغايتين أو الالتزامين، قضية تأطير المجتمع المدني وقضية الديمقراطية التشاركية. لكن بعد ما وكنت سمعت أول تصريح للرئيس الأول للمرصد الوطني اللي هو حمزاوي، وكان قال كلام يبدو جميل، يعني كلام يتحدث على المواطنة، يتحدث على دور المواطن في المجتمع، آلية الرقابة، يعني كلام نحتاج أن نفكره باش نفهموه. يعني الرئيس اللي راهو يدير في هذه الهيئات الاستشارية وش راهو حاب، ما هي الطريقة اللي حاب يأطر بها المجتمع. وكان أهم سؤال
قال الرئيس وقيل راهو حاب يستغني عن الأحزاب السياسية بالمجتمع المدني. هذه أولى التهم اللي جات عند الرئيس تبون، فنحاولوا نشوفوا صحيحة غلطة. نسمعوا قبل من الرئيس تبون لما وش رأيه هو ولا تصور الرئيس في الجزائر الجديدة بخصوص هذه الهيئات الاستشارية، وما هو الحد الفاصل بينها وبين الاستغلال السياسي. نسمع رئيس تبون دائما بالعودة إلى الأرشيف ونعود. لأن فيه مجتمع مدني حي، الثروة السياسية النظيفة هي الشباب، وذاك علاش لأول مرة سيف ذو حدين، أنا عارف، ولكن حاولت وإن شاء الله نجحنا بدرجة عالية في تأسيس هيئة شبابية لتمشي البلاد. المجلس الأعلى للشباب راه هيئة استراتيجية وضرورية لهذه البلاد هذه، والضم نتمناها تضم كل الشباب. الهيئة الوطنية نتاعهم اليوم راه فيها 350 ممثل، يعني نفس العدد كيما براسك كيما المجلس الوطني، وامتدادها كل ولايات وبكل أصناف، نساء بنات وأولاد وكذا، جامعيين أغلبهم، فيهم اللي ماشي جامعيين، فيهم اللي عندهم مهن، فيهم اللي إلى آخره. إذن نكون هذا الشباب هذا، نسمح له في التسيير، نسمح له إبداء الرأي، حتى الرأي المعاكس بالنسبة لمسيرة البلاد، يعني برغبة تنمية البلاد، مش بتنمية، برغبة تكسير المسؤول الفلاني ولا المسؤول الفلاني. في الهيئة الثانية اللي راح تتراوح نوعا ما في مكانها هي المجتمع المدني. أنا اتهمت في وقت فات من طرف سياسيين تاع أحزاب، قال راه يدير في المجتمع المدني باش يتجاوز الأحزاب. كون عيني نتجاوز الأحزاب نخلق حزب. المجتمع المدني لأن اليوم نشوف الدول متقدمة، المجتمع المدني عنده كلمته، والمجتمع المدني متحمل هو شخصيا جزء كبير من التنمية، وجزء كبير من الرقابة، وجزء كبير في بناء الدولة الحقيقية. ما تبقاش إلا من المسؤول لا يرارشي، الشعب يتفضل. اليوم مثلا هيئة المجتمع المدني، المرصد الوطني للمجتمع المدني، شفنا في بلديات، في الولايات، في الدوائر، في بعض الأحيان شرق غرب وسط جنوب، نفس الجمعيات عندهم نفس الهدف، على ما يكونوا جمعية وطنية ونعطيها الاعتماد الوطني وتتعامل خيخي في الدستور درناها. سمعت الرئيس تبون، والرئيس تبون تقريبا دائما كاين نسختين منه في نفس الخطاب. في نفس الخطاب هو نفى، أو في نفس الندوة الصحفية نفى بأنه يستغل هذه الهيئات سواء المجلس الأعلى للشباب أو المرصد المجتمع المدني أنه يستغلهم سياسيين، وقال لو كان عيني ندير حزب راني درت حزب، يعني ينفي في التهمة. لكن في نفس الكلام كان يقول لما حب يذكر المجلس الأعلى للشباب قال فيه 350 عضو، راه تقريبا نفس عدد أعضاء المجلس الوطني، يقصد من الشعبي الوطني. فهو في مخياله يقارن المجلس الأعلى للشباب والتركيبة نتاعه بالمجلس الشعبي الوطني، هو يقول. وفي نفس الجلسة يقول لك لا أنا هذا ما عندوش علاقة بالشأن السياسي، ثم يروح أبعد من ذلك أنه بالنسبة له عملية التأطير هذه ضرورية، لأنه جمعيات ما يقعدوش أحرار، نديرهم مع بعض ونعطوهم اعتماد. لكن محاولة تبون أنه ينفي بأنه في بداية العهدة تاعه إلى غاية السنة الثالثة من العهدة كان يحاول يستعمل المجتمع المدني ويسير به الشؤون المحلية ويتجاوز به الأحزاب ويخدم به سمعة الرئيس، هذه تهمة لاحقته. لما حابين فيها ما قدرش، لكن احنا مش دورنا الحكم، انا حابين نفهمه في الجزء الأول تاع الحلقة هذه، حبينا نفهمه هذه الهيئات يعني هل فعلا عارفة دورها،
هل عارفة ما الذي ستقوم به؟ هل عارفة الحد الفاصل بينها وبين الشأن السياسي؟ لأنه الناس اتهمت الرئيس، الرئيس دافع على نفسه. فاحنا وش قلنا؟ قلنا خلينا نروح ونسمعوا لإطارات من هذه الهيئات، سواء المجتمع المدني أو المجلس الأعلى للشباب، مادام هما معينين في هذه المجالس وجابوهم للإعلام الرسمي والقنوات الخاصة يتكلموا أثناء نشاطات هذه الهياكل. فقلنا ربما نخلوا أحكامنا المسبقة، نروحوا نسمعوا لهم، نحاولوا نفهموا هل هما فاهمين دورهم وهل يقدروا يفهمونا وش هو دور هذه الهيئات. نسمعوا لمجموعة من النماذج لأنه ربما بالك يتسمعوا لهم يتكون لكم تصور وتحكموا على أساسه هل الرئيس تبون يعني عنده خطة استراتيجية أم هي هيئات شكلية فقط. نسمعوا لواحد من الشباب اللي ضمن هياكل هذه المؤسسات وركزوا معه وهل فهمتوا وش راح يقول. للمشاهد الكريم، المرصد الوطني للمجتمع المدني يعد هيئة استشارية لدى السيد رئيس الجمهورية، استحدثت جاءت أولا في الإصلاحات التي جاء بها السيد رئيس الجمهورية من خلال الالتزامات التي التزم بها في الالتزامات 54، التحدث عن الالتزام السابع أولا الذي يلتزم فيه السيد الرئيس بتجسيد الديمقراطية التشاركية، كذلك التحدث عن الالتزام الثامن وهو خلق مجتمع مدني حر ومسؤول، كذلك أن يكون مقيما ومرافقا لأداء العمل العمومي. هذه الالتزامات التي التزم بها السيد رئيس الجمهورية انبثقت عنها إصلاحات معمقة، إصلاحات اقتصادية، إصلاحات اجتماعية، إصلاحات قانونية ومؤسسية، انبثق عنها كذلك المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي دسر في الدستور نوفمبر 2020. إذن مواطنة وكذلك يسعى إلى تجسيد التزامات السيد رئيس، المساهمة في تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية بما تعلق بملف التنمية المحلية والتنمية الوطنية الشاملة وكذلك تعزيز الديمقراطية التشاركية. إذن اليوم هل فهمتم شيئا؟ يعني شاب عضو من أعضاء المجلس الأعلى للشباب ويتعامل أيضا مع المرصد الوطني تكلم، أهم شيء تفهموا في كلامه، يعني كما يقولوا حافظ مش فاهم من جهة، ربما اثنين مدرك الحاجة اللي يعني عارفها بالضبط بأنه الهيئة هذه جاية تطبق التزامات رئيس الجمهورية، يعني بهذه الجزئية الأولى ما تغيبلوش، لكن الدور كلام فضفاض، قال احنا مشاركة المجتمع تأطير، يعني كلام عام، ما هو الجديد بالنسبة للهيئة هذه في الجزائر الجديدة؟ لكن معليش الشاب يتكلم مليح، فاهم باللي راهو جاي يطبق التزامات رئيس الجمهورية. لكن احنا نزيدوا نسمعوا لأعضاء من مكتب المرصد الوطني، عضوتين يعني زوج نساء أعضاء، ونحاولوا نفهموا منهم مادام هادو في المكتب مش في المجلس، في المكتب مكتب المرصد، نحاولوا نفهموا منهم هل عارفين دورهم وهل يقدروا يفهموا الشباب، لأنه هذه الهيئات موجهة للشباب، ما هو دور المرصد. خلاص عرفنا بالنسبة للشاب أنه جاي فاهم يطبق التزامات الرئيس. نسمعوا لهذا الزوج ونحاولوا نفهموا معه. الرسمية المرصد الوطني للمجتمع المدني هو حاضنة لكل فعاليات المجتمع المدني بتنوعاتها بتشعباتها في اختصاصات. نعلم أننا نعيش الآن في ظل محيط جيوستراتيجي فيه الكثير من التحديات، يعول على المجتمع المدني ليكون صمام أمان ويكون أيضا واجهة ضد أي محاولات لزعزعة الاستقرار. نحن كمجتمع مدني، كمرصد وطني للمجتمع المدني، نعي جيدا دورنا اليوم، خاصة وأن الجزائر اليوم منفتحة على المجتمع الدولي، منفتحة على العلاقات الدولية سواء الإقليمية أو حتى الدولية، منفتحة على القضايا العربية العربية، القضايا الإفريقية الإفريقية، وأيضا قضايا العالم التي تخص بشكل مباشر أو غير مباشر الجزائر وتتأثر بها وتؤثر فيها. الرسم هل فهمتم شيئا؟ يعني هادو الزوج أعضاء في مكتب المرصد الوطني، كلام إنشائي كبير، القوى الدولية، المحيط الإقليمي، الاستراتيجية. أنا صراحة سمعتهم، ولما تشوفوا لو انتبهتوا للفيديوهات اللي قبل كانوا حاضرين حتى يوم التنصيب مع رئيس الجمهورية، وستشاهدونهم في تنصيب رئيس المجلس الجديد من بعد، يعني هم أعضاء في المكتب.
لما تكلموا معليش واحدة منهم صحفية فاخدها ربما الطريقة الصحفية، لكن المضمون يتكلموا كلام كبير حتى ما تعرفش هل المرصد هذا يعني عنده أهداف محددة أم يعني تقدر نفس التوصيف نتاعهم تقدر تحطه على أي مؤسسة، تقدر تحطه على الوزارة الأولى، تقدر تحطه حتى على رئاسة الجمهورية. وبالتالي هذو داخل يمثلون الشباب لما يتكلموا الحكم لكم، هل يمدوا خارطة الطريق واضحة، هل عارفين وش راهم جايين يديروا، أم يكرروا نفس الجمل ربما جزء منها يسمعوها عند الرئيس تبون، ربما جزء منها في الخطاب الكلاسيكي يسمعنا حتى في عهدة بوتفليقة لما كانوا يستعملوا المجتمع المدني. لكن أنا حبيتكم وحبيت نفهم أكثر، قال لا أعود إلى الإعلام وأعود إلى الأرشيف ونشوف واحد بلك هادو جدد، نشوف واحد من اللي اشتغلوا في المجتمع المدني والآن واكبوا الجزائر الجديدة. وهذا قلت أنا أكيد يكون فاهم دور المجتمع المدني وجابوه في القنوات الجزائرية وكان عنده حتى مقترحات بالنسبة لرئيس الجمهورية. فاسمعوا مقطع من ما قاله أحد النشطاء القدامى والمخضرمون في المجتمع المدني وحاولوا تفهموا هل فعلا هو فاهم نظرة رئيس الجمهورية الاستراتيجية في تطبيق الالتزام 7 و8. نسمع ونعود. نشكر سيادة الرئيس، رئيسنا واختيارنا اختيار الشعب والحمد لله. التزامات الرئيس 54، من بين التزامات الرئيس المادة 7 والمادة 8 تنص على أن المجتمع المدني اليوم في جزائر جديدة حر وناشط وفعال وكأداة كسلطة مضادة لتقييم النشاط العمومي لخدمة الوطن والمواطن. يعني احنا المساهمة تاعنا جزء لا يتجزأ من هذا الشعب، المساهمة تاعنا هو في بناء هذا الوطن. يعني كل الأهداف اللي نسعوا عليها هي مساهمتنا كمجتمع مدني كقوة شعبية موجودة في الميدان منذ تأسيس المنظمة الوطنية للمجتمع المدني لترقية المواطنة وعلى المراحل اللي فاتت عليها البلاد من أزمات نبداوها يعني عدة، بداها بالفيضانات من الزلزال، من يعني التنظيم هذا ماهوش يعني تنظيم كما فاهمين الأخوة. وجودنا في الميدان عبر كامل التراب الوطني ومن حدود الحدود والعام والخاص يعلم بنا، وكل يعني المناضلين والمناضلات وإطاراتنا اللي راهي تشرف على هيكلة التنظيم على مستوى الوطني وخاصة ودائما أؤكد هذه كما قال سيد الرئيس وهو أول من أشار لهذا، هي المناطق الضل. احنا رانا في الميدان ونروحوا للمناطق النائية، روحوا للمناطق الضل التي تتطلب منا أولا يد العون والمساعدة والوقوف بجانبهم وحمايتهم، ولديهم يعني حابين يساهموا، هم حابين يساهموا ويشاركوا معنا في بناء هذا الوطن. يعني التوصيل يقوله الرجل هو رئيس جمعية منتشرة كما يقول عبر الوطن وكان شارك في الجلسات وكان حتى أرسل مقترحات لرئيس الجمهورية. ف يعني توصيف فضفاض. الشيء الوحيد لربما اللي مشتركين فيه كامل اللي سمعتهم هم أنهم يعرفوا الالتزام 7 و8 التزامات رئيس الجمهورية، لكن ما عدا ذلك ما كان يقوله هذا الكهل. يعني هو من الجزائر القديمة، جابوه الجزائر الجديدة أيضا، يتكلم على المجتمع المدني ودور المجتمع المدني، لكن الأوصاف اللي كان يقول فيها في النهاية تقدر تحطها على أي مؤسسة، تحطها على الحماية المدنية يصلح مادام يحكي على الفيضانات وما إلى ذلك. تمشي القضية التأطير فهو مقتنع اقتناع تام بأنه كما قال هو رئيسنا وانتخبناه وجايب برنامج وإحنا رانا معه. ومناطق الظل معناتها حتى التركيبة اللي جات في هذه الهيئات ما عندهاش نفس جديد، هي تقريبا تشتغل بنفس الأسلوب القديم، تكرر نفس العبارات والأهداف مش واضحة. هذا هو الطابع اللي تسمعه. ربما لما نمشيوا في البرنامج بلك تسمعوا لمسؤولين آخرين تقتنعوا بأنه فعلا سيتبون عمل هيئات استشارية تخدم الشباب وتخدم المجتمع المدني. لكن في إطار سلسلة الفهم، نختموا في سلسلة الفهم قبل ما نروح ونحكيوا على القيادات اللي قادت الهيئات هذه، كاين
ناشطة جمعوية أيضا، اللي راح تعطتنا واحد الشرح جميل ربما يقرب الفهم ما هي علاقة المجتمع المدني بالمجتمع، وما هي علاقة المجتمع المدني بالأحزاب السياسية، وأيضا عطتنا واحد الإجابة نقدر نقارنوها مع كلام رئيس الجمهورية اللي قال بأنه عمله مع المجتمع المدني ما فيش أي جانب سياسي. نسمعوا هذا الشرح الأخير لأنه أعتقد بأنه سيجيب في جهة وسيناقض ما قاله تبون في جهة أخرى. لو نفتح نقاش حول الموضوع الجمعيات أو موضوع المجتمع المدني مع السياسة فهو طويل وعريض. احنا كمجتمع مدني رانا قرب كثير كثير من المواطن. لو أننا نرجع قليلا للوراء نشوفوا في التشريعيات السابقة حدث ما يسمى بأمر مفاجئ، واللي هو أنه الأحرار كانوا في المرتبة الثانية بعد حزب سياسي. هذا وش يدل؟ يدل أنه الأحرار هنا يراهم بقوة، الأحرار هم أو بالأحرى نقول المجتمع المدني راه أقرب من المواطن من السياسي، وهذا لا بين قوسين لا نهاجم أي سياسي في من هذا المنبر، إلا أنه لو نجو نلاحظوا في الواقع تاعنا ونشوفوا في أرض الميدان نرى أنه المواطن عنده أكثر ثقة في المجتمع المدني أو في الجمعيات أو في التنظيمات أكثر من نوع حزب سياسي، وهذا رانا التمسناه في التشريعيات كما سبق ان قلناه. يعني رايكم انه المجتمع المدني اليوم اصبح منافس للاحزاب السياسيه؟ يمكن ان القول ذلك، ان المجتمع المدني اصبح منافس للاحزاب السياسيه لانه هو الاقرب، ولا نقدر نقول انه هو اللي محل ثقة اكثر للمواطن، لانه كنت نشوف المجتمع المدني وحتى الاحزاب خارجه من المجتمع، لكن المجتمع المدني كتشوفوا على مدار السنه يخدم في اعمال خيريه، يخدم في اعمال صراحه. يعني بين تصريحها وتصريح تبوني بين تصريحها شويه منطقي اكثر، يعني لقات واحد التفسير جميل جدا، قالت لك في النهايه الاحزاب السياسيه احنا اقوى من الاحزاب السياسيه كمجتمع مدني، والاحزاب السياسيه منين جايه؟ جايه من المجتمع، والمجتمع هم المجتمع، وبالتالي الاحزاب السياسيه جايه منهم. وفي تصريحها، وهذه ناشطه جمعويه من العاصمه يعني تنشط في المركز، يعني قالت بكل صراحه بانه الاحرار اللي طلعوا للبرلمان وشهد شاهد من أهلها بأنه هادو يعني تم تأطير العملية والقوائم عن طريق المجتمع المدني. يعني في النهاية الرئيس تبون أمام مسألة تاريخية، يعني أنت تقول بأن المجتمع المدني ما عندوش علاقة بالنشاط السياسي، وأنا لو كان حبيت نعمل حزب نعمل حزب. اثنين، في تصريحاتك السابقة اللي تكلمنا عليها في الحلقات السابقة أنت قلت أنا مع الأحرار، ثم لما نمشي وهذه عينة من العينات بأنه القوائم الحرة اللي أخذت المرتبة الثانية أو أعطيت لها المرتبة الثانية في التمثيل البرلماني كانت من المجتمع المدني، فيعني يا سيد الرئيس فهمنا، يعني هل لم تتجاوز الأحزاب؟ تجاوزت الأحزاب، الشواهد على الأرض، يعني لا علينا، يبقى الحكم لكم. لكن لما سمعنا الرئيس تبون في الأول كان يشكر المجلس الأعلى للشباب وقال فيه 350 تقريبا قد المجلس الشعبي الوطني، لكن كان يعني مد حكم شوية نص نص كما يقول هو فيها وعليها على المرصد الوطني للمجتمع الوطني للمجتمع المدني اللي كان على رأسه حمزاوي اللي سمعناه في البداية. بعد سنة تم تغيير هذه القيادة، قيادة المرصد الوطني، لإعطاء نفس جديد والارتكاز على شخصية جديدة ستكون محورية في نشاط المجتمع المدني إلى الآن. نشوفوا يوم تنصيب الرئيس الجديد للمجتمع المدني ثم نعلق على الزمن والشخصيات. يطيب لي أن أشرف هذا اليوم باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون على مراسم تنصيب الرسمي للسيد نور الدين بن براهم بصفته رئيسا للمرصد الوطني للمجتمع المدني خلفا للسيد عبد الرحمن حمزاوي، الذي لا يسعني إلا أن أتقدم له بجزيل الشكر
والعرفان على المجهودات التي بذلها خلال فترة ترأسه للمرصد. هذا ويجدر التنويه والتذكير بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية التي وجهها بمناسبة تنصيب أعضاء هذه الهيئة الاستشارية الهامة، إذ حثهم على ضرورة الاطلاع بمسؤولياتهم للمساهمة في ترقية المواطنة وتعزيز الممارسة الديمقراطية وكذا القيم الوطنية، وذلك على المستويين المحلي والوطني، وعلى نحو يعزز تلك الغايات. فقد حرص السيد رئيس الجمهورية من خلال التعديلات الجوهرية التي جاء بها دستور 2020 على وضع اللبنات الأساسية لبناء وتكريس صرح مؤسساتي قادر على استيعاب الالتزام ببناء مجتمع مدني مفعم بالحيوية ومتمتع بالنزاهة والشفافية لخدمة المواطنين، وبالتالي تحقيق السلام والاستقرار. إذن عرضنا عليكم عملية تنصيب رئيس مرصد الوطني جديد بعد سنة من تعيين الأول اللي عينه رئيس الجمهورية ثم استبدله بعد سنة. لما تشوفوا، لما نرجعوا للأرشيف تلقوا باللي هاد الهيئات اللي تابعة لرئاسة الجمهورية إما في عملية التعيين يشرف عليها إما رئيس الجمهورية أو في عملية التغيير أو كل المهمة إلى الوزير الأول. وشفتوا الكلام لما يجي يتكلم الوزير الأول السابق الله يذكره بالخير سي مرحلي اسمه سيمان عبد الرحمن، لما يتكلم يصر على الفقرة الأولى بأن رئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة بكل مواصفات، لأن الحدث كبير معناته المؤسسة اللي راهم يعينوا فيها اللي هي المرصد الوطني، وشفتوا الأهداف اللي يتكلم عليه يعني شيء كبير. لكن التصور كان عند الرئيس تبون حطوا في التزام، جاب مؤسسة من المؤسسات اللي هي المرصد الوطني، بعد سنة غير رئيس المرصد، يعني واحدة من شواهد عدم الاستقرار في المؤسسات. لكن ربما لما تسمعوا للرئيس الجديد المرصد الوطني سينعش ذاكرتكم، وربما آخرون يقولوا ممكن الرئيس غير الاستراتيجية وحط نفس جديد، لأنه نور الدين بن براهم المسؤول الجديد اللي على رأس المرصد الوطني يذكرنا بالكثير. لكن نسمعوا حماسه بعد تعيينه على رأس المرصد الوطني. رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون على الثقة التي منحها في شخصي لترجمة الاهتمامات الكبرى لهذا التحول الجديد في العملية الديمقراطية، خاصة فيما يتعلق بإشراك الرأي العام وواسع الجمهور الجزائري من المواطنة الفعالة من خلال جمعيات المجتمع المدني، وهذا يعتبر مكسب كبير جدا عززه الدستور الجزائري. ونحن اليوم أمام تحدي كبير جدا يتمثل في كيفية ربط بين هذه المفاهيم التي تعمل على ترقية الممارسة الديمقراطية في الجزائر، وأيضا على إطلاق ديناميكيات التنوع الكبير اللي راه موجود في المجتمع المدني الجزائري. المجتمع المدني الجزائري يعيش الآن على مكسب متوع. هذا أول تصريح لنور الدين بن براهم، هو ناشط جمعوي قديم ستكتشفون بعض التفاصيل في نهاية الحلقة، لكن كان عنده جمعية أضواء رايتس، كان قبلها نائب في البرلمان، ومتحمس ويحكي كلام كبير يعني نوعا ما بمصطلحات أقوى شوية من اللي كنا نسمعهم متاع الشباب، يعني كلام مش عارف يعني هل يمكن ترجمته إلى أهداف أم لا، لكن يعطي نوعا ما أهمية كبيرة للمؤسسة التي سيقودها اللي هي المرصد الوطني. لكن قبل ما نشوف بعض النشاطات اللي يعملها المرصد الوطني وكذلك المجلس الأعلى للشباب، نور الدين بن براهم خلف حمزاوي الذي بقي سنة، وحمزاوي هذا كان أيضا عبد الرحمن الحمزاوي كان أيضا ناشط جمعوي، وآمن بالتزامات الرئيس تبون وجابوا الرئيس تبون، وبعد سنة قال له تربح لأنه ما كانش راضي على شغله. لكن باش نتفكروا فقط نحاولوا نسمعوا شوية وش قال حمزاوي لما نحاوه وحطوا في مكانه نور الدين بن براهم، باش يعطينا واحد المؤشر حول التعيينات، عدم الاستقرار، ما هو شعور المسؤولين في التنصيب في عدمه. وحنا نتكلموا الآن على الشباب وعلى المؤسسات الجمعوية. نسمعوا سي حمزاوي وش قال ونعود. اليوم جد سعيد في هذه المحطة الهامة من محطات هذه الهيئة الدستورية المرصد الوطني للمجتمع المدني. هذه الهيئة
التي جاءت في دستور نوفمبر 2020، والتي اليوم نحتفل بمرور تنصيب أعضاء هذه الهيئة الدستورية، والهيئة التي لها دور كبير في تعزيز دور ومكانة المجتمع المدني في ظل إرادة السيد رئيس الجمهورية. واليوم يأتي تنصيب وتسليم المهام للأخ نور الدين بن براهم، الذي حظي بثقة رئيس الجمهورية خلفا لشخصي. كيف يعني مسؤول يكون سعيدا يوم إزاحتي؟ هذا السي حمزاوي جابوه من اعتقد من الكشافة، سنة اعطوا له المرصد مش وضحت له الصورة، غيروه جابوا نور الدين بن براهم، فهو يوم عملية تسليم المهام قال أنا سعيد يعني، وراح يشرح دور المرصد الوطني. درك حاجة من اثنين، يعني إذا كنت سعيدا بتنحيتك فخلاص انتهى الموضوع، إذا راح تشرح يعني وش هو المجتمع المدني وش لازم يدير، فالمفروض إذا كنت ملما كان يخليك الرئيس تبون. لكن هذا واحد من المؤشرات لما نرجع الأرشيف، بأن الرئيس تبون تصور ما يكونش واضح، ثم يحط شخصية مش في النشاط هذا فقط، تكرر الأمر معنا. يعني سي حمزاوي مسكين جابوه عطاوا له المرصد الوطني، والمرصد ما كانش واضح أهدافه، لأنه ستعرفون ما هي أهدافه في النهاية، وأهداف غير واضحة. الهيكلة ما كانتش واضحة، جابوه من جمعية كبيرة حطوه على رأس المرصد الوطني. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان عنده مشكل مع واحد من مستشاريه في الرئاسة اللي مكلف بالمجتمع المدني، واللي كان أزاحه نزيه بن رمضان، تخلطت عليه الأمور، الرجل بقى سنة بدون ما عندوش مهام واضحة. فالرئيس حب يحط يعني نفس جديد، جاب نور الدين بن براهم، لكن سي حمزاوي بقى فرحان، ففرحان انك ما طبقتش البرنامج، طبقته وفهمه، الله اعلم. على كل هاد الفيديوهات اللي شفتوها وكل التعليقات باش نفهموا واش هو المجتمع المدني، واش هو المرصد الوطني، واش هي المجلس الاعلى للشباب، واش حبوا يديروا به. النتيجه اللي رانا واصلين ليها حتى الان عدم استقرار في قيادة المؤسسات هذه، أو على الأقل المؤسسة الرئيسية بالنسبة لتبون اللي هي المرصد الوطني. اثنين، أنه حتى العناصر اللي جابوهم منهم من استدعي من الجزائر القديمة، وبالنسبة للشباب مساكن محافظين على نفس الخطاب القديم، لكن معليش نعطوهم فرصة باش نشوفوا على أرض الواقع هل فعلا يعني طبقوا شيء، حبوا يوصلوا لنتيجة. ونمشيو في الالتزام الثاني اللي هو الديمقراطية التشاركية، يعني المرصد الوطني والمجلس الأعلى للشباب مشاو في برنامج اسمه الديمقراطية التشاركية. هذه الجملة في ذاتها الديمقراطية التشاركية يعني صعيبة باش تفهمها. علاش صعيبة؟ لأنه المفروض أن الديمقراطية فيها تشارك، يعني الديمقراطية المواطن يشارك في الحكم، فهذا المصطلح هو فعلا مصطلح موجود في عمليات الانتقال الديمقراطي. المقصود به هو أنه نفتح للمواطن أن يشارك في عملية الحكم أكثر من الانتخابات، يعني يتجاوز الموضوع، لكن هذه فلسفة نحن نفهمهم هما، نشوفوا شيء من المجلس على الشباب وشيء من المرصد الوطني، ونحاول نفهموا هذه المهمة الرئيسية تاع الديمقراطية التشاركية هل قدروا يفهموها للشباب. نسمعوا تصريح لرئيس المجلس الأعلى للشباب حول ورشة من ورشات المهمة الرئيسية، وهي إنجاح الديمقراطية التشاركية في الجزائر الجديدة. هذا الصدد إلا التأكيد مجددا على أن الجزائر الجديدة التي جعلت من المجتمع المدني والشباب الركيزة الأساسية في بنائها ستمضي قدما وبثبات نحو أخلقة الحياة العامة وتكريس مقاربة تشاركية على المستويين المركزي والمحلي في كل ما يتعلق بمعالجة الانشغالات اليومية للمواطن وتلبية تطلعاته. معذرة والله نسيت العرباوي، لأنه عملية التغيير مشات، يعني مشى رئيس المجلس الأعلى للمرصد الوطني ومشى أيمن عبد الرحمن، وهذا العرباوي رئيس الوزراء الحالي في الجلسات السنوية المتكررة ما زال يكرر نفس الكلام اللي كان يقوله
أيمن عبد الرحمن في دور المجتمع المدني، فلكم أن تتصوروا بأنه نشاطات رسمية في المجتمع المدني هي الجلسات، كل سنة يعملوا جلسات تسمع خطاب بالشكل التالي وتسمع بالنسبة للشباب. أنا صراحة ذكروني به الشباب، لكن أنا نسيت باللي حتى العرباوي دخل فيها الموضوع، وكانت هنا كلمة باسم رئيس الجمهورية في لمة كبيرة على الشباب. في النهاية كلام لا يختلف كثيرا عن العهدات السابقة، لكن معليش أنا ربما كنت متسرع شوي باش نشوف شيء عملي اللي هو الديمقراطية التشاركية، نسمعوه من رأس أو من لسان رئيس المجلس الأعلى للشباب، ونحاول نشوف هل فعلا هذه الورشة مفهومة قابلة للتطبيق وشيء جديد في الجزائر الجديدة. تمرين تاع الديمقراطية التشاركية ويجعله يساهم بآرائه ومقترحاته في تحسين واقع الشباب، يطمن ما تم إنجازه على مستوى السلطات العمومية للبلاد لصالح الشباب، ويقدم مجموعة من المقترحات لتحسين واقع الشباب. هل حققنا كلش؟ لا، هذه ما كان حتى واحد يقدر يقولها هل حققنا كل الطموحات، ولكن الكثير من الذي تم تحقيقه ونتمنه، ونبقى نناضل لتحقيق الكثير من المنجزات. اللقاء سمعت الديمقراطية التشاركية، عملوا ورشات، قال نحاولوا نفهموا الشباب ما هي الديمقراطية التشاركية. صراحة تحتاج إلى أنك تركز معهم باش تفهم. عملوا ورشات باش يفهموا الشباب كيف يشاركون ديمقراطيا وش هي القيمة تاع الديمقراطية التشاركية. نخليكم دائما من المصدر، من أعضاء في المجلس المجتمع المدني، ونسمعوا أيضا تفسير من تفسيرات هذا الرجل الجديد للمرصد الوطني بن براهم، وش قال على ديمقراطية التشاركية وعلى هذه الورشات اللي جاء ليعطي نفسا جديدا في واحدة من الهيئات التي يراهن عليها رئيس الجمهورية. مشاهدين الكرام، دعيني قبل أن أتحدث ومن من من الموضوع الذي سألتني عنه والذي يقينا سنتحدث عنه بالتفصيل في هذه الحصة، لكن لماذا ولد المرصد الآن، مرصد المجتمع المدني خلال السنة الماضية، أي سياق وأي أفاق أيضا، لأنه مهم جدا أن نضع المرصد كآلية في منظومة ديمقراطية. في تقديري أن الديمقراطية في كل دول العالم تنبني على ديسجمو، على محاور الأساس، وهو أن المجتمع المدني الذي يعتبر أحد دعائم العملية الديمقراطية والممارسة الديمقراطية في كل دول العالم، لأنه لديه صفة التمثيل تاع المواطنة، صفة المشاركة في هذا التمثيل عدو عادة، وأيضا تأخذ أشكال موضوعاتية أو مجتمعية، أي جماعات مجتمعية دي جروب سوسيو. لكن لما نرجع للسياق، التوجه الجديد للجزائر يضع مساحة كبيرة. شفتوا بن براهم يتكلم على المجتمع المدني ودوره في الجزائر الجديدة، ودائما فنان في الجمل الكبيرة ودور المجتمع المدني والجزائر الجديدة. أعتقد بأنه باش تفهموا أيضا بالإضافة إلى الديمقراطية التشاركية تحتاج شيء عملي. المرصد الوطني نفسه دار ورشة كبيرة بعد التمرين اللي سمعناه من رئيس المجلس الأعلى للشباب، دار ورشة حول الديمقراطية التشاركية وزاد وسع فيها شوية، ولم أجد في الأرشيف من أحد الخبراء الاقتصاديين اللي يشتغلوا مع المرصد الوطني للمجتمع المدني، واللي راح يشرح لنا بالضبط ما هي الورشة هذه وش هو العمل الكبير اللي راه يدير فيه المجتمع المدني بشقيه المرصد والمجلس الأعلى للشباب. اليوم حدث مهم جدا، وهو إطلاق الشبكة الجمعوية للديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هي مبادرة مهمة موجودة في أغلب الدول المتقدمة، وهي كيفية تمكين الجمعيات وأعضاء المجتمع المدني من الوصول أولا إلى خلق الثروة وخلق مناصب شغل دائمة خصوصا للفئات الهشة. إذن هو مصطلح جديد، مصطلح يعني
العشرية الحالية، ويعني كيفية الوصول إلى تمويل أعضاء المجتمع المدني وجمعيات المجتمع المدني وإدخالهم في العجلة التنموية والاقتصادية. اليوم نرى أن الجزائر خطوات جبارة في مجال الاقتصاد الكلي، نعرف أن معدلات النمو اللي توصل إلى أكثر من 4% وتنمية اجتماعية هي مكفولة لدى الدستور الجزائري. إذن اليوم المرصد الوطني للمجتمع المدني يواكب التحولات الدولية، كما قلنا هذا المفهوم والمصطلح والديناميكية الجديدة هي كيفية الوصول إلى خلق الثروة وإخراج المجتمع المدني والجمعيات من تقليدية الإدارة إلى أن نصل إلى جمعيات تخلق الثروة وتمكن أعضائها من يعني كيفية الدخول في العالم العمل الاقتصادي والعمل التشاركي، خصوصا على المستوى المحلي. اليوم في 58 ولاية نجد أنه فهمت حاجة؟ يعني هذا أحد الأعضاء في الناشطين مع المرصد الوطني الذي ضخ فيه نفس بن براهم، والآن مشوا إلى الديمقراطية التشاركية وأبعادها الاقتصادية وانتشال الناس من الفقر. يعني والله ما تعرف هل فاهمين وش راهم يديروا ولا لا. شيء غريب أنه كل هذه الهيئات وكل هذه التصريحات وكل هذه المسؤولين، وانتقلنا من تصريحات الشباب إلى تصريح بن براهم اللي هو يعني حصان رابح بالنسبة للرئيس تبون في هذه المرحلة. وسمعت لما جينا في مثال تطبيقي لا رئيس المجلس الأعلى للشباب يفهمك وش هي الديمقراطية التشاركية، ولا الخبراء الاقتصاديين عارفين وش يقولوا. لكن يقدر يكون واحد يسمع فينا يقول لا، على كل جابوا فكرة الشباب وفكرة المجتمع المدني في الجزائر الجديدة. لكن في الأرشيف كي رحنا نحوسوا لقينا بلي لا، هذه الأمور موجودة في العهود السابقة. سأعرض عليكم مقطع مما كان يقوم به أو كان يقال بأن المجتمع المدني يقوم به في وقت الرئيس الذي أزاحه الحراك عبد العزيز بوتفليقة. دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد هو من أهم المحاور التي نوقشت في اللقاء الدولي 13 للجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات الممثلة لها بقصر الأمم العاصمة الجزائر. المجتمع المدني من خلال مكوناته يعتبر فاعلا أساسيا في الحد من انتشار الفساد بشتى أنواعه. فالجمعيات والمنظمات تهدف إلى خلق شفافية والكشف عن تجاوزات في عدة قطاعات قصد حماية الاقتصاد الوطني من النهب. طبعا فيه التبذير، وفيه أيضا يعني فاتورات، يعني على سبيل المثال الاستثمار يعني تكون أكثر من اللي لازمة، وهذه يخلي أن فيه بالنسبة يعني لتسيير الاقتصاد فيه يعني تبذير وتبذير كبير، وهذه ماهوش ممكن في بلاد اللي عندها احتياجات كبيرة. أهمية المجتمع المدني تكمن في كشف ومناقشة ملفات الفساد. فهل عمل المجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة هو فعال؟ هل هو فعال؟ يعني حتى في الجزائر القديمة جبنا لكم مثال بأنه في المجتمع المدني كان آنذاك ويدير حتى مؤتمرات دولية، وشفته من أكثر يعني من أكثر من جنسية، وكانوا يقولوا بأن المجتمع المدني يحارب الفساد وفي تضخيم في الفواتير وفيه. وكان هذه الجلسات آنذاك بقيادة باباسي في الكناس. فالخطاب كي تسمعوا آنذاك بأن المجتمع المدني مؤطر ومهيكل ويحارب الفساد، وشفتوا في نهاية 2019 ما الذي حصل؟ هل بقى الفساد ولا ما بقاش؟ هل المجتمع المدني أدى دوره ولا لا؟ وعملوا قياس. لكن أذكركم أيضا من واحدة من أهم النشاطات اللي كان يقوم بها المجتمع المدني في وقت الرئيس المخلوع. باسم المجتمع المدني أنا ذاك المجتمع المدني كلام جميل باللي حارب الفساد لكن أيضا يستغل سياسيا، ومشاهد التكريم تذكركم بالكثير. قد يقول قائل لا خلينا هذا الماضي ما نقارنوش به، لا احنا نلعب له مقارنة. نعود إلى الجزائر الجديدة والمجتمع المدني في الجزائر الجديدة وبماذا في هذه الفترة. أعطينا الصور إشراك المجتمع المدني في تعبئة الناخبة أو الهيئة الناخبة للانتخابات. زدنا الخبر الثاني،
احنا في الجزائر الجديدة 2024 رئاسية 7 سبتمبر المجتمع المدني شريك فعال في مرافقة المسار الانتخابي يونيو 2024. زيد اعطينا خبر اخر. جريدة الشعب المجتمع المدني دور محوري في الجزائر الجديدة. المجتمع المدني الان راهو نتوقفوا لهنا. المجتمع المدني مطالب بالتحرك لتعزيز الثقافة الانتخابية. لما جبنا لكم أمثلة على المجتمع المدني في وقت الرئيس بوتفليقة واستغلاله السياسي، لما تجي للفترة الحالية يغلف الموضوع بأن المجتمع المدني دوره الأساسي هو التعبئة من أجل الانتخابات، وهذا الدور تعرفوا كيف يتم تحويره وجعله على شكل هيئات مساندة، لأنه في الأيام القادمة ربما سنشاهد موقف هذه الهيئات من ترشح الرئيس تبون أم لا. إذن لكم أن تقارنوا هل المجتمع المدني يعني يستغل سياسيا أم لا. هل الكلام اللي كان يقال في وقت الرئيس بوتفليقة بأنه المجتمع المدني يحارب الفساد وكانت تحدث الجلسات وكانت تشكل اللجان، هل فعلا أدى دوره؟ ثم قارنوا بالوضع الحالي الهيئات العديدة اللي دارها الرئيس تبون، وارتكازه على شخصيات بعدين يغيرها بعد سنة، وارتكازه في الفترة الحالية على المرصد الوطني الذي شاهد من أهله بأنه كان له دور في الانتخابات في وصول الأحرار. الرئيس ينفي علاقة المجتمع المدني بالشأن السياسي، الوقائع تقول العكس، لكن حقيقة نفس جديد داره سيبن براهم في المجتمع المدني، والآن هو يركز على إنجاح الانتخابات الرئاسية. هل يركز نظريا على العملية دون المساندة أم لا؟ الواقع هو الذي سيحكم. لكن قبل أن أختم أعود بكم إلى خبر في أفريل 2014. في أفريل 2014 بن براهم خطاب بوتفليقة أنصف المجتمع المدني وعزز دوره في بناء الأمة. نعم، هو نفسه بن براهم الذي يقود المرصد الوطني للمجتمع المدني، والذي يعول عليه الرئيس تبون في مجتمع جديد في جزائر جديدة. في 2014 نفس الخطاب بن براهم يقول بأن بوتفليقة أنصف المجتمع المدني وعزز دوره في بناء الأمة. لكم أن تحكموا من خلال المشاريع التي يتعهد بها الرئيس تبون، ومن خلال الرجال الذين يعتمد عليهم، ومن خلال خطاب هؤلاء، وأن تقارنوه بما كان يحدث زمن فولكلور بوتفليقة. تصبحون على غد.